مباشره الى احد الفنادق اللي بتستضيف الحفل الخاص طبعا بكل التفاصيل اللي هتكون عن بطوله السوبر المصري للابطال. من خلال اللحظات القادمه نتعرف مع حضراتكم على كل التفاصيل سواء التنظيميه او الفنيه اللي بتخص هذا الاحتفال. هننتقل الى الحفل ونرجع نكمل مع حضراتكم. السيدات والسادة الحضور، مشاهدينا عبر شاشة التلفزيون، برحب بحضراتكم في حفل الإعلان عن إقامة بطولة الدوري السوبر كأس السوبر المصري بشكله الجديد اللي هيكون ان شاء الله في الامارات 2023 ديسمبر يوم 23. اكيد عندنا تفاصيل كتير جدا هتكون معانا على مدار الليله النهارده، ولكن البدايه دائما تكون بالسلام الجمهوري لجمهوريه مصر العربيه ولدوله الامارات الشقيقه.